عاجل، المغرب يرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي. في قرار جديد، قررت الحكومة المغربية الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40% فيما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل. وجاء قرار الحكومة برفع قيمة هذا الدعم في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات والتي أغضبت العديد من المغاربة. ويطالب المغاربة في هذه الأثناء قيام الدولة بحل لخفض هذه الأسعار المرتفعة كل مرة.